الوباء دابا ولينا كنقولوا الله يرفع غلاه. واش عقلتوا ما دخلت كورونا بالله؟ قلت الوالده وليدي عندها كورونا دخلت البلاد. قال لي يا وليدي كيشدوك واش حرام في السماء وبعضياتك كانت صحاب الميزانيه. الوالد توقف لي كورونا دخلت عندها. قال لي مشو نتفرجوا فيها الموازين كاين صحاب الاغنيه شي مغنيه جايه من برا ولكن صفقوا. اليوم كانت تواجدوا بالمركب الثقافي سيدي بليوط مناسبة النسخة الأولى المهرجان الطاهرة الغيوانية عمر السيد نموذجاً. كيحصل لي كل شرف باش نكون واحد من الناس اللي كيدافعوا على هذا النمط الغنائي اللي كان ثورة فعلية في تاريخ الأغنية المغربية وهو الغناء المجموعاتي، بداية طبعا مع المجموعة الخالدة ناس الغيوان ومرورا بالمشاهب وهلم جران جيجينا لا تقعد دابسنا وإلى آخره. فطبعا الشكر كل شكر لوزارة الثقافة والتواصل والشباب اللي دعمتني باش نزيد ندافع على هذا النمط الغنائي، والشكر موصول إلى المديرية الجهوية بمدينة الدار البيضاء الأخت حفيظة خويي وكل الموظفون والموظفات اللي معاها على حسن المعاملة وحسن الاستقبال. الشكر موصول إلى رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وكذا لمدير هذا المركب الجميل خويا سعيد العلوي وكل موظف والموظفات. فطبعا النمط الغيواني كان له صيت بداية في المغرب ديالنا الحبيب وانتقالا إلى الدول المجاورة ووصل إلى العالمية. وطبعا هذا لا يمكن أن يمر مر الكلام دون أن ندافع وأن نعطيه القيمة التي يستحقها. فبعد ما مرت هذه الدائرة وشفنا عشنا واحد مهرجان رائع جدا في الحي المحمدي اللي تهو دافع على هذا ودز واحد الشكل رائع، فهو جمال الغيواني اليوم يمر غادي في نفس الطريق وأنه يحتفي كذلك بأحد قيدومي المجموعة ناس غيوان عمر السيد، هذا الرجل الصبور المعطاء اللي اعطى أكثر من 50 سنة في مع ناس غيوان ولا زال يدافع حاليا مع الأخوين رشيد باطمة وحميد باطمة والأخ شفاء، فهو لا زال يدافع على هذه الأغنية التي في طياتها تحمل أكثر من معنى ومن جمالية ومن روعة وجميع يعني تراثية ومواضيع اجتماعية. وبالتالي لهذه الأسباب حبوها المغاربة لأنها حسوا بها هي الأغنية الأقرب لهم وأنها لها علاقة أحيانا بالحياة اليومية ديالهم بعيدا على النمطية اللي كانت مسيطرة في وقت ما بأن الأغنية دائما نفس الموضوع. وبالتالي من جاءوا ناس غيوان فغيروا اتجاه المسار. طبعا هنا الطيب صديقي كان له دور كبير ما يمكنش نكروه لانه في احتضان هاد المجموعه، لان كنعرفوا ان الممثلين كيغنيو بدايه كلهم كانوا من بوجميع الله يرحمه بمسرح الخشبه بالحي المحمدي انتقالا الى عن الطيب الصديقي اللي كان هو مولوع بما هو كل ما هو تراثي. كنا كنعرفوا المسرحيات الرائعه التاريخيه اللي خلاها، وكانت مجموعه ناس غيوان يعني تما بانوا الاصوات الرائعه. وفي الوقت ما تم القرار باش يديروا مجموعه خاصه بهم واللي صدى باقي لدابا كل شيء كيردد الاغاني ديالهم، هذا ما يمكنش يكون هباء منثورا وانما للحموله الثقافيه والمواضيع الجميله اللي كتحلى بهذا. فاحيانا هي تراثيه واحيانا لها علاقه بكل ما هو اجتماعي، من تما جا الحب الناس لهذا الغناء هذا.